وبرضو الناس بيغلطوا فينا، يقول لنا ما تنبز الأولياء. دي الأولياء؟ الناس اللي بيقولوا كلامهم أحسن من كلام الله، هل دي الأولياء يا جماعة؟ ده كفر بالله سبحانه وتعالى، ده كفر بالله سبحانه وتعالى. ربنا قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أحسن الحديث، أحسن الكلام، أحسن التفسير هو كلام الله تبارك وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ديل قالوا كلامهم أحسن من كلام الله. والله ما نخليكم، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ولا معين إلاه، ما نخليكم أبدا يا صوفية عباد القبب وعباد القبور. ضللوا الناس، ضيعوا خيرات البلاد، ضيعوا الدين، ضيعوا الإسلام، شو سمعة الإسلام يا أخي. أمشي حمد النيل هنا ده من درمان يوم الجمعة بالعصر، دراويش، واحد يكب التراب في راسه، واحد مفلفل شعره ستة شهور ما استحمى، لما القمل بيقول يا الله مطر تقول. عرفت كلامي؟ الخواجات بصور بالفيديو عشان يعكسوا لليهود حقينهم الدار يسلم خلاص، يقول ده الدين، ده الإسلام، عفن ووسخ وقلة أدب والشرك، يقول ده الدين، يرجع تاني لليهودية والنصرانية وما يسلم. عشان كده الكنيسة الإنجيلية بتاعت بحري اللي عندها مكتبة اسمها لوغوس، عرفتها؟ عندهم كتاب صغير ألفوه النصارى اسمه كشف الأنوار في سر السبع الأسرار، الصفحة رقم 3 أو 7. قالوا نحن دل النصارى، النصارى الكفار، ربنا قال عنهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. دل طلعوا رسالة اسمها كشف الأنوار في سر السبع الأسرار. شو العنوان ده؟ زي عنوان شنو؟ زي عنوان كتب الجماعة ديل. قالوا بالصفحة 3 أو 7، قالوا نحن نشكر السادة الصوفية. والله يا جماعة مكتوب زي ده، نحن نشكر السادة الصوفية. قال لأن المسلمين يكفروننا ويقولون أنتم ألهتم عيسى ابن مريم فلذلك كفرونا. أما السادة الصوفية فكل طريقة، هكذا مكتوب، من الطرق الصوفية تعتقد الألوهية في شيخها. قالوا إذا نحن ألهنا عيسى بس براه، وعيسى ده رسول ونبي ومن أولي العزم الخمسة من الرسل، بقينا إله صحيح وكفرنا. قالوا الصوفية عندكم يا مسلمين كل طريقة بيقولوا شيخهم شنو؟ إله. أمسك البرهانية، كتاب ديوان شراب الوصل الصفحة رقم 11 على ما أذكر، محمد عثمان عبد البرهاني قال أجود على أم لترحم طفلها، قال ده أنا ما الله، أجود، بيتكلم عن نفسه، لاحظ ما أنا الله، قال هو أجود على أم لترحم طفلها، فرحمة من في الكون من بعض رحمتي. وفي نسخة قال أجود على أم لترحم طفلها فرحمة رب الكون من بعض رحمتي، يعني رحمة الله ذاته جزء من رحمة محمد عثمان عبد البرهاني. قال جبريله ميكالو، اسمعوا الكلام ده عشان تعرف إجرام الصوفية على الإسلام والمسلمين. قال جبريل ميكال إسرافه عزراه جنودي في التصريف هم تحت إمرتي، أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء، أنا الله يوم القيامة في الدنيا، أنا الحق في اللقاء، إذا الأرض مدت والسماوات حقتي، يعني يوم القيامة هو الحق، هو الله، مش ربنا سمى نفسه الحق؟ ربنا قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. البرهاني قال ده أنا ما الله، أنا الحق في الدنيا،
أنا الحق في اللقاء إذا الأرض مدت والسماوات حقتي. بعد يا ناس ديل ناس الناس يقول لك دول أولياء وأهل السلسلة ما فيهم علة، ديل هم العلة ذاته. وإذا دار تعرف بلدنا دي ضايع عليه يا جماعة بالعقل بالراحة، البلد دي فيها اثنين نيل، الأزرق والنيل شنو؟ الأبيض. ظهر فيها بترول كثير ما شاء الله، فيها ذهب ما عنده حد ولا عدد، الناس كلها ضرب الخلا بين الزور ذاته، كلهم طلعوا الخلا. شفت كيف؟ فيها زراعة، هسه لو زرعنا هنا شلنا الميكروفون ده زرعنا هنا بيقوم. أرض خصبة للزراعة كلها من شمال لجنوب من شرق لغرب، الموية متوفرة. فوق ده الأمطار بتجي بكثرات لما تكسر البيوت. بعد الناس عطشانين والناس جعانين والبنزين والجاز، الناس واقفين في الصف في الطرمبات، والدقيق حدث ولا حرج، والعيش حدث ولا حرج. السبب شنو؟ السبب شنو؟ ربنا ورانا السبب. السبب الشرك يا جماعة. ربنا قال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، عين لهم القرون والأمم القبليكم ربنا أهلكم ودمرهم وجوعهم. السبب شنو يا ربنا؟ قال تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، لما ظلموا. والظلم في القرآن يأتي بمعنى الشرك، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.